الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. كشفت اللجنة القانونية النيابية عن العديد من الثغرات في أعمال آليات المصارف العراقية، وقال عضو اللجنة حسين العقابي إن هذه الثغرات أوجدت إرباكا كبيرا في عمل آليات السلطة التنفيذية، لا سيما في مزاد العملة، مشيرا إلى أن هناك عمليات فساد كبيرة في عدد من المؤسسات الحكومية كالمنافذ الحدودية ودائرة الضرائب ومسجل الشركات ووزارة التجارة. انخفضت مبيعات الدولار الأمريكي في مزاد البنك المركزي العراقي لتسجل 208 ملايين دولار، وذكر مصدر مالي أن البنك المركزي شهد خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي انخفاضاً في مبيعاته بنسبة 1.89% لتصل إلى 208 ملايين و 397,253 دولاراً أمريكياً، غطاها بسعر صرف أساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار واحد. وذهبت المشتريات البالغة 146 مليون و 477,253 دولارا لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 61 مليون و 920 دولارا بشكل نقدي. ألغى وزراء مجموعة أوبك بلاس محادثات تتعلق بزيادة الإنتاج على وقع خلاف بين السعودية والإمارات، وقال الأمين العام لمنظمة أوبك إن الاجتماع ألغي دون الاتفاق على موعد للاجتماع القادم، مشيرا إلى أن الإمارات رفضت اقتراحا لثماني دول يفضي بتمديد شهر لقيود الإنتاج. ونقلت وكالة رويترز عن مصادر قولها إن فشل المحادثات يعني أن زيادة متوقعة في الإنتاج في شهر آب لن تحدث. ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات مع إلغاء محادثات الإنتاج لدول أوبيك بلاس، لكن المخاوف من أن الأعضاء قد يبدأون في زيادة الإنتاج حدت من المكاسب. وارتفع خام برنت 62 سنتاً ليصل إلى 77 دولاراً فاصل 78 سنتاً للبرميل الواحد، وهو مستوى لم يشهده منذ شهر تشرين الأول عام 2018. وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 76 دولاراً فاصل 68 سنتاً للبرميل. أظهرت بيانات رسمية تونسية ارتفاع معدل التضخم السنوي في تونس إلى 5.7% في شهر حزيران الماضي من 5% في شهر أيار الماضي. وقال مكتب الإحصاء الحكومي إن مؤشر أسعار المواد الغذائية والمشروبات ارتفع بنسبة 7.2% في شهر حزيران الماضي مقارنة بالفترة نفسها قبل عام. حذرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستيناليا جورجيفا من تباين خطير بين الدول المتقدمة والنامية في مدى تعافيها من جائحة كورونا. وقالت جورجيفا إن النمو القوي في دول غنية مثل الولايات المتحدة هو أمر سار، لكن النمو في الدول النامية يعرقله بطء وتيرة التطعيم. ودعت جورجيفا دول مجموعة العشرين إلى بذل المزيد من الجهود خلال اجتماع مدينة البندقية في إيطاليا لبحث تقاسم جرعات لقاحات كورونا. ختام الموجز، إلى اللقاء.